سلام الله عليكم، هذا جلال بريك من باريس، يحييكم ويشد على ايديكم كالعادة. يظهر لي الناس اللي عرفتني من في البدايات بتاعي في الفيسبوك اني كنت نتكلم بلغة سلسة ولغة بتاع الناس معناتها متربين مش ولا ونسايس، ونستعمل في لغة بتاع ناس معناتها محترمة. إذا به يجيبون الغنوشي من بريطانيا العظمى من عند اللات والملكة هذيك، واستقبلوها الجرذان اللي يحبوا ياخذوا بلايص ساترة في الشعب ولجنة التنسيق، وهو ورقة من عند الوالي ومعند المعتمد خدموا هذايا خاطروا معانا في الشعبة، هم يحبوا ياخذوا بلايصهم. لا لي شيء إلا لهذا، لا جهاد في سبيل الله ولا ولي الله، لا بروف، طلبوا التعويضات على النضالات سواديزون اللي قاموا بها، كيف اللي بديش ولا المناضلين نتاع تونس من الخمسينيات وانت طالع طلبوا تعويضات. كان الاخوانجيه تطلب، يحبوا الفلوس وربع نساء ويحبوا كذلك الأيور في أدبارهم، هذا معروف الشيء معناتها من أول الدنيا. خاطر أنتم تعرفوا في حكاية ساقية بني سعد، النبي مازال مسبول، الميت مازال ما دفنوش، وجبدوا على بعضهم السيوفة. الناس هذه جماعة الدين دي ما تحشي فيه تاريخيا، معناتها مش أنا توا نخلق الحكاية. روح الغنوشي غناوا له أقبل البدر علينا، كما غناوا للنبي وقت دخل المدينة. دونك هذا نبي جديد، وربما تو طلع لنا قران جديد، ما عندكم روايه قالون وفما روايه اخرى، تو باش تخرج روايه راشد الغنوشي نتاع القران. وهكا اليوم سمعت من شولاء الامام نتاع الجامع الزيتونه المعمور يراه خالي على روسهم، كيفاش ردوا رفعوا الى رتبه الصحابه وقت اللي قبلوا اكل جرذان ردوه نبي. وربما تو من بعد تو يبدلوا رايهم ويولي ولي صالح. المفيد مش خارجين حكايه الدين، مادام شعوبنا متجهلة وجاهلة وساقطة ومتخلفة وتخاف ماك اللحية وتخاف ماك ريحة العطر متاع الموتى، سنول بالعربية الحنوط، مادامنا تبرك علينا أي ناس مصدقة كما القرضاوي والعرضاوي والفرضاوي والعريض وغيرهم وغيرهم. المفيد تضرب طابعه هوني وتفوح روحك بالعطر وتلبس الحاف متاع قحاب وتقول هكا ديما بسم الله وما شاء الله، الله أكبر، أعوذ بالله، وقال رسول الله، وقال في درشنوة وإصحاح الجلالين، وقال ابن تيمية وابن بكرية، والله أكبر، وثم اللهم دمر قلوبهم، واللهم اخسف الأرض، وكل ذلك، وبددهم بددا، وخي الله أكبر، الله أكبر، وتخمروا، وتسمعوا في الفم مش ولا ولدات صغار يحضروا فيها مش ولا باش يولوا يذبحوا له ذبح. المفيد كليتو تريحة في الجزائر، وتكليتو ترايح في الانتخابات في تونس متاع الطلبة ومتاع اتحاد الشغل ومتاع المحامين، وما زلتوا باش تاكلوا ترايح وباش دوروها ضربوني وضرب بيتسي وسلاح وذبح وقتل. أما بحق اللي نرجعوا شفاعته، إلا من نتفوا لكم شعر ترمكم بالكعبة بالكعبة ولاد القحبة، ونجيبوا لكم كركدن واحد بركة من زب ورم السنغال، الا الاجعاب نتاعكم كيما على العرايف مش ولا تتعداو في التلزه، كيفاش نيك فيكم كركدن ولا د القحبه. انت صحابي حتى انا صحابي يا زيب، في خير مني انت غنوشي، انت ديجا مبدل خليقتك مش ولا، عطاك ربي سنين هكاك ما رضيتش بها متبدل، مره جاي اعمل بوتوكس مش ولا، وزيد حفه في شفايف، تعمل لك زرارك في شفايفك هكاك ونزينوا لك ونقيوا لك ونحنيوا لك. يا غنوشي يا ميبون يا ولد القحبه، ونستنى انا مش ولا بيانات التنديد نتاع الائمه المبنى نتاع تونس، كيفاش الكفر نطق في جامع الزيتونه، ولا مزعم كان كفروا في زبي انا خاطر كنت الحقيقه يا ولد القحبه. سلام على شعبنا او ما تبقى منه، هذا جلال بن علي بن محمد بريك، روحوا شعب تونس يحييكم ويشد على يديكم كالعاده، وانا لثوره حتى النصر، وانا لتحرير حتى النصر. سلام عليكم.